دائرة التنافس الصيني الأمريكي تتسع وتذهب إلى عالم الفضاء، ولم تعد محصورة في الجانب الاقتصادي أو العسكري. فالسلطات الصينية تريد كسر حواجز الهيمنة الأمريكية في الفضاء، وتخطط لإطلاق أكثر من 160 قمراً اصطناعياً خلال العامين المقبلين. والهدف من هذا التحرك الفضائي كله هو تشكيل شبكة من 300 قمر اصطناعي، والمتتبع لمسار صعود الصين نحو الفضاء يجدها مدرجة في خطة الحكومة لعام 2035، والتي تهدف إلى بناء تغطية عالمية وتشغيل فعال لأنظمة البنية التحتية الفضائية للاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد ومواقع الإطلاق الفضائية التجارية. كما أن الطموحات الصينية بشأن الأقمار الاصطناعية لها شق عسكري، فتقرير مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني 20 خلال العام الماضي أوصى بتسريع بناء قوة الصين الفضائية. وبحسب تقارير أمريكية، فإن بكين تدرك جيداً المزايا التي تمنحها الأنظمة الفضائية للقوات الأمريكية في العمليات القتالية. وتشير تقارير غربية أخرى إلى أن السلطات الصينية تستطيع استخدام الأنظمة الفضائية لإصدار أوامر للقادة الإقليميين بالتبني قواعد اشتباك ضد ما تراه انتهاكاً لحقوقها، خصوصاً في مياه وجزر بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. ولم تكن المنافسة في مجال الفضاء بين واشنطن وبكين وليدة اللحظة، وقد أدى ذلك إلى صراع حقيقي كان أبرز ملامحه قرار الولايات المتحدة استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية في 2011، عندما منعت واشنطن وكالة الفضاء الأمريكية من أي تعاون مع بكين.